الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في تونس تستدعي عضو البرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتعلمها بوجود ترسانة تهديدات باغتيالها. موسي ردت على ذلك بتأكيدها أن التهديدات لن تثنيها عن المضي قدما في خطها السياسي. ما هيش باش تغير حتى شيء بالتحركات النضالية اللي قاعدين نقوموا بها ومن المعركة الوطنية اللي هي ترمي إلى تحرير تونس من هذه المنظومة. ولم تكتفي موسي بالاتهامات المبطنة، بل أشارت بصراحة إلى أن التهديدات جاءت نتيجة الصوت الرافض للخضوع للأخوان في إشارة لحركة النهضة. في عهد الديمقراطية والحرية والانفتاح السياسي، الصوت المعارض، الصوت الوطني، الصوت اللي يقول الحق، الصوت اللي ينور الشعب، الصوت اللي ما يرفض الانبتاح للمنظومة متاع الإخوان، هذا يلزم يندثروا. عبير موسي من أبرز المعارضين التونسيين لحركة النهضة، وتقول مصادر في حزبها بأنها بدأت بتلقي التهديدات بعد إعلانها عدم التحالف مع تنظيم الإخوان في البرلمان. وموسي ليست الوحيدة، فقد سبق للنائبين بمجلس النواب عن حركة الشعب سالم الأبيض وزهير المغزاوي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن كشفوا عن إعلامهم بوجود تهديدات إرهابية تستهدفهم. ويرى سياسيون أن هذه التهديدات جدية ولها حاضنة سياسية، خصوصا مع وصول الصراعات السياسية إلى ذروتها، وهو ما يعزز المخاوف من عودة شبح الاغتيالات السياسية في البلاد. ففي عام 2013 شهدت تونس سلسلة اغتيالات سياسية على رأس اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.